يجيك رامي يا غافل. الو عسلامة. الو اهلا بك اختي، هذا نمرو صايغي. اي اهلا بك. والله انا لقيت معناها المره فاتت نحفر في الجرد نتاعي، لقيت شويه ذهب هكا فهمت، قلت نبيعه. اي مثال سي المنصف تنجم تجيبه لنا؟ سي المنصف؟ لا مانيش سي المنصف، معك صفي سعيد. صفي سعيد مرحبا. اهلا بك اهلا بك. يعني لقيت ايش ذهب ايش نحاس على ايش فضه وكذا وكذا، قلت معناها لو كان جي نبيعهم عندك قول في عود ما نقعد نهزهم للمركز بعطيوني دي بورسون وكذا وكذا، ناخذ الكل من عندكم طول معنا. عندكم صرف مهبتومة تولى ما عندكمش منا؟ قل شنو عنا صرف؟ ما نحب ناخذهم بعشر الاف انا الفلوس، ما نحبش ناخذهم بخمسين، نحبهم يجيوا برشا فلوس. لا احنا عنا بخمسة الاف، لازم ناخذهم خمسة الاف وراق بخمسة. باهي برشا. وراق بخمسة مرحبا بيك. باهي برشا. مالا حضروا لي زوز فاليجات كبار فهمت كيفاش؟ باهي ونجيب لكم الذهبات والفضة وكذا وكذا. اسمعني انا نحسب فيهم، لقيت ثلاثة كعبات ذهب، ثلاثة بياسات ذهب وزوز فضة واحدة نحاس، قد يجيب فلوس؟ صحاليك باش ولي ملياردير. قد يجيبوا فلوس هذو؟ اي ما نلزمنا ناخذوا بورسنتاج نحنا زيدا. بتبيع تاخذوا 5% كيما البورسنتاج اللي في الجازوز بالضبط. اي 5% كيما البورسنتاج اللي ناخذوش 5% احنا في ريسك هذيا، احنا ناخذوا 40%. علاه 40%؟ ذاك البورسنتاج اللي في الجو. لا ما كنت انت في القاعه. لا ذاك ريسك 40% ذاك البورسنتاج اللي في الجو اللي في العصير. لا 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 الكل مش نتاعك. اي يا اختي اما انا لقيتهم في الجرد نتاعي، يعني حقي الارض نتاعي الدار نتاعي. اي من حقك. اي الو الو ويا عسلامة. عسلامة تفضل سيدي. اهلا بك اختي، انا لقيت كعبات ذهبك فهمت وشوية فضة ونحاس في داري كحفرت فهمت. هاي. نحفر في الجردة المرة فايتة فهمت، لوج على مش حبيت نعم بيسين، خطرت ليش نعم بيسين يا اخي، لقيت شوية ذهب فهمت، قلت نجي نبيعه لكم معناها. لينا نحنا تبيعونا؟ اي ما انتوما صايغي انتوما ولا؟ هي ما احنا ما نشريوش. بالله يا اختي نحب نفهم تو، كيقولوا راجل صايغي والمراش يقولوا لها مش فاهم يعني. سايغي كيف كيف؟ مرا سايغي زادة باهي. أيه. معنى انت سايغي تو معنا. ايه سايغي. باهي برش. ايه متوما ما تشريوش يعني؟ لا احنا ما نشريوش. باهي متوما ما هو السايغية بديو دايرين ببعضكم. بالله كلم جارك اللي قدامك قل له تشري ولا. لا جاري قدامي سايغي انا وحدي. وحدك فهمتك مسايبة كاكا كبركي وكي مدام مش باهي. لا لازمك تقعد بحث السايغية كلك كاكا. لا لا لباس قدرت ربي لباس. باهي بارك الله فيك، يعني ما تقومش تاخذوا من عندي الذايبات. لا انا ما نشريش ما عنديش الحق نشري. يلزم كراسة باش تقايد. نجيب لك كراسة، نجيب لك كراسة 24 ولا 72 تحب. الحاكم عندنا كراسة سبيشال من عند الحاكم. نجيب اللي يشري اللي يشري ذهب عنده كراسة باسمه هو. فاهمك فاهمك. نجيب لك كراسة 300 باج كان تحب. نجيب لك كراسة سبيشال. مش مشكلة. بتبيع وبتشري كان المطبوع. المش مطبوع هذاك واحد يعمله بيده. يا أختي نطبعهولك باش تحب نطبع تو نطبع. نجيب أي طابع ونطبع. لا يا سيدي لازم طابع الحاكم. طبعا الحاكم كما زيت الحاكم يتباع في العطار هذا ولا؟ لا ما يتباعش عند العطار، تنشدوش الحاكم. باهي متفاهمين. باهي اختي انا في النهايه نحب نقول لك حاجه مهمه ياسر. تفضل. يجيك رامي يا غافل. مرحبا بكم. مرحبا. راديو ميت قلبي. بسمع فيها ديما راديو ميت بلا خص نهار لحد.